برامج تهي العمرانية، المناطق العمرانية، حبوا ترجع كارتاج كما كانت، أمن وأمان. نحن باش نكونوا صوت الحق، نكونوا إن شاء الله مع بعضنا كارتاج أقوى. باش نحبوا نحن تكون كارتاج مزيانة، تكون كارتاج باهية. سلامتكم، أنا محمد بن حمودة، مرشح على دائرة كارتاج بيرسا رقم 5. إن شاء الله عنا برشا مشاريع باش نعملوهم في منطقة كارتاج، اللي هي تشمل الوجهة السياحية. نحبوا نرجعوا كارتاج كما كانت قبل، بما فيها استثمار المشاريع. نحبوا زادة كارتاج تكون نظيفة، وخاصة في المنطقة الأثرية يكون معناتها كي جينا توريست ما يراش الزبلة والبوبالة موجودة غادي. نحبوا نخدموا زادة على الشباب، علاش يحرق، علاش يخليه يقعد هنا الشباب. نخلقوا برشا مواضيع تهم المنطقة. عنا برامج تهي العمرانية، المناطق العمرانية، من توسكي انفراستراكتور نحبوا نحسنوا فيها بيان سور. عنا الإنارة ناقصة جملة، عنا زادة على السيكوريتي، ما عندناش لي كاميرا لي سيرفيونس لهنا، ولات كارتاج مرتع نتاع مجرمين نجم نقولوا. كثرت برشا حالات اخر مره ريسامون، نسمعوا في برشا اجرام، هاو اختف، هاو سرقه. دونك اذا نحبوا ترجع كارتاج كما كانت، امن وامان. نحبوا نخدموا الثقافه، شنو هو نرجعوا البريق نتاع دور الثقافه يكون عندنا لهنا موجود ينشط، خاطر تعرف كارتاج معناتها كي نقولوا كارتاج اسم كبير، نجموش نحكيوا معناتها على كارتاج منطقة عادية، عندها حضارة. دونك نحب نخدم على البوانيت هذوما. الشباب نتاعنا لهنا ماهوش لاقي إحاطة، عندنا برشا لهنا طاقات شبابية نجموا نستثمروهم في برشا ميادين. عندنا مثلا كارتاج بيتون، عندنا الفولي، عندنا الكورة. دونك علاش لي، علاش لي نحبوا نرجعوا كارتاج ترجع للمراتب العليا، ترتقي لفوق. فيما يخص الإدارات، نحبوا ماذا بينا لهنا الخدمات الإدارية تمس وتقرب برشا المتسكنين كارتاج. نحن باش نكونوا صوت الحق، ونحن باش نكونوا وسيط ما بين السلطة وما بين الشعب، اللي نحن باش نكونوا معناتها أداة نوصلوا ونقضيوا حاجة المتسكنين نتاعنا. باش نحبوا نحن تكون كارتاج مزيانة، تكون كارتاج باهية، تكون خدمات سهلة، ونحبوا نقدموا قدام باش نرجعوا الإشعاع كما نقولوا نحن بتاع كارتاج. هذه هي أهدافنا، معناتها نحبوا نرتقيوا لتونس، تونس الغد ما خير تنجم تكون. بالنسبة للإعلام في كارتاج ما فماش لهنا وسائل إعلام كما يلزم، معناتها ناقصة صراحة. دونك نحبوا ماذا بينا نوفروا الإعلام باش يكون وسيلة صوت المواطنين اللي يسكنوا هنا، المتساكنين كارتاج، خاطر عندنا برشا مشاكل وبرشا حاجات دي تابو ما يتحكيوش عليهم، كيما مثلا الأراضي لي زون جون اللي هي فيها برشا مشاكل. حاربوا زادة البيروقراطية نتاع، خاطر كارتاج فيها منطقة شعبية وفيها مناطق الأغنياء. إذا لهنا نحن نحبوا كل واحد ياخذ حقه ونوصلوا صوت الحق معناتها مهما يكون.
كلمة الختام نحبوا لهنا نقولوا عنا طموحات وعندي ثقة في المتساكنين كارتاج باش يدعموني وباش نوصل معاهم، وعندي ثقة باش نكونوا إن شاء الله مع بعضنا كارتاج أقوى. هذا هو شعار المرحلة إن شاء الله، وبإذن الله السميع العليم أنا نوعدكم من شرتي أنا كمترشح محمد بن حمودة رقم 5 باش تكون برشا إضافات، وبحكم أنا معروف ولد الحومة والحمد لله يا ربي معناتها الناس كل تحبني، محبة الناس ما تتشريش بالفلوس، اللي كونوا برشا عبيد عاطين فيا ثقة، وإن شاء الله بإذن الله باش نوصل لهم صوتهم وباش نضرب عليهم زادة، خاطر مهما يكون هذوكم أهلي وناسي ومالية وأنا واحد منهم معناتها. وإن شاء الله بإذن الله نوعدكم كارتاج باش ترتقي لمراتب عليا، وتونس مش كان كارتاج بركة، تونس بكلها بصفة عامة بالطاقة الشبابية إن شاء الله بإذن الله السميع العليم. وشعار المرحلة متاع محمد بن حمودة بعث الأمل للشباب وللكهول وكافة الطبقة الاجتماعية كلها. إن شاء الله مع بعضنا كارتاج أقوى نمرو 5.